اهلا بيكم. النهارده عامل لكم كوره تنفع تتعلق في شجره الكريسماس، وممكن تتعمل كميداليه. هعملها بشكل بسيط خالص. كل اللي استخدمته خيط سبرينج، 3 الوان، الالوان اللي تعجبكم، وابره رقم 3، ومقص، وابره تنظيف، وخرز. هستخدم شويه فايبر، هعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهعمل 29 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 في تاني غرزة اهي، هعمل بكل الغرز حشو في الحلقة اللي هي فوق دي بالشكل ده. هخلصه مرجع كده. خلص 28 غرزة حشو. هعمل سلسلة وألف الشغل وألف في الشغل وفي الحلقة الأمامية اللي هي دي، أول حلقة أهي اللي وقفنا عندها، وهعمل حشو في الحلقة الأمامية أهي أهي، في حلقة خلفية وفي حلقة أمامية. أنا هشتغل في الأمامية أهي، هخلص سطر وارجع كده. هعمل آخر غرزة معاكم أهي، دي الغرزة 28 أهي، سلسلة وهلف في الشغل، وفي أول غرزة اهي هعمل 28 في الحلقة الأمامية. كل الشغل هيبقى على الحلقة الأمامية. هخلص السطر وهشتغل لغاية السطر السادس. هخلص لغاية السطر رقم 6 وهرجع. هقص فتلة طويلة شوية. وسلسلة واسحب. وبإبرة التنظيف هخلي كده ده على الوش، يعني هقلبه، هعمل واقلب واضم بالشكل ده. بالشكل ده وهداري الخيوط. وهداري برضو الخيط ده. هقص
بالشكل ده، هبتدي هدخلهم كده على شكل علامة زائد، وهندخل التالتة مش في الحرف ده، لا انا عايزة ادخلها في الحرف الداخلي مش حرف الخارجي ده، لا يعني دي الموف داخل من جوه والليموني من بره في الفتحة اللي جوه بتاعت الموف، هندخل دي كده اهو اللون التالت كده، وهجيب الحرف ده وادخله من هنا على الحرف ده، وهبتدي اضم الابرة، لضمت الابرة واتأكد ادخل ايدي كده اتأكد ان اللون التالت مظبوط اهو على استقامة واحدة، وهبتدي اخيط ثبت وأداري الخيط كده وهقص وهداري الخيط التاني، وهقلب كل الشغل بقى على الجهة النجيفة، يداري اي وصلات نفرد كده ونداري الوصلة اهي نداريها كده، وبالفايبر هحشي من اي فتحة وبالشكل ده نحاول نفرد كده، عشان نداري الفايبر تيجي اعمل في الركنة بتاعت الموف والركنة بتاعت اللون الليموني والرمادي، وهعمل هسحب اللون الليموني وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هقص فتلة طويلة وهدخل الفتلة في الخرزة بالشكل ده، وهعمل تاني 10، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وهعمل منزلقة وهعمل سلسلة وأسحب الخيط بالشكل ده، وأربطه وهدريه وهدري ده برضو، بالشكل ده. وكده خلصت الكورة، ممكن ولادكم يلعبوا بيها، ممكن تبقى ميدالية، ممكن تتعلق في شجرة الكريسماس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.